السلام عليكم للكل، تحياتي الكبيرة لكل الناس بيسمعونا. زي ما سمعتوا قابلنا أكيد ذا سينابتيك اللي تكلمنا عن أغنية سبيلك اللي هي فيتشرينج ذا وان ذا اونلي مؤيد النفيع، وأنا صراحة جدا مبسوط معانا مؤيد. حنقول لك السلام عليكم حبيبي مؤيد. وعليك السلام حبيبنا بقاس، كيفك حبيبي؟ يا شيخ، الله يسعدك. أول شيء تحياتي لك، لأنه تكلمت مع ليث سينابتيك وقال لي أنه هذا أول تعاون له مع رابر خليجي، فهذا يس، شيء جدا نعم. جدا رهيب صراحة. وقال لي شوي عن الأغنية، فما أعرف إذا ممكن تكلمنا أكثر. أنت قال لي إنه هي أغنية أنت سمعتها في 2019، إيش اللي خلاك تحب هذه الأغنية أكثر؟ ليش قررت إنك تسوي فيتشر معها؟ والله انا عجبتني، يعني طبعا هنا اول شيء انا اصلا مره احب سينابتك، يعني از ريكوردينج ارتست اصلا انا يعني بيج فان له، وغير انه يعني غير انه يعني انه انا هو يعني وير فريندز، ويعني صح يعني اصحاب، بس يا مان هي جات كذا. واصلا في تعاونات اصلا غيرها معايا انا وهو، سوينا يعني مور ذن يعني اكثر من سبيلك سوينا، بس سبيلك هو ممكن اول شيء نسويه سوا. يا اوكي عجبني، ما يعني الايديا يعني هتسمعها انت، يعني اتس لايك كذا. انا ما بسميها، يعني انا ما بسميها انه اتس بريك اب سونج، بس خلينا اوكي نقول اوكي اوكي انه هي حاجه زي كذا، يعني فاهمني؟ اوكي يعني زي واو. ايوه. طيب مؤيد، انه بما انه يعني انه اوكي الاغنيه ان شاء الله يعني بكره نزلت، انه لما يطلع هذا اللقاء حتكون طالعه، روحوا شوفوها يا جماعه الخير. سؤالين هنا، ما اهميه هذا التعاون؟ لانه انا تكلمت مع يعني سنابت، قلت له انه ما في كثير تعاونات بين رابرز بلاد الشام ورابرز خليج. هذه يس المسافه لازم نقصرها، لانه مو انا ملاحظها اصلا من اول، وعشان كذا يعني انا ان شاء الله اصلا بعد شهر من الان اوكي في عندي البوم جديد، ماي نيو البوم، الله يعني ما انا مسوي فيه فيتشرز كثيره زي كذا من العالم نايس العربي يعني بصفه عامه. نايس. ويعني يعني اوريدي يعني انا وليث اصلا تكلمنا في هذا الموضوع، انه احنا نتكلم لغه الضاد صح كلنا، فيعني ايش يمنعنا انه كلنا نتعاون عادي؟ يعني صح خلاص يعني هي لغتنا واحده، ف يعني يلا بينا زي ما يقولوا. لا بس تحياتي لك، لانه هذا شيء جدا مهم. بهذا الالبوم اكيد في رابرز من السودان، because I know you like يا يا Sudanese في rappers. والله في الخليفه من يعني في خليفة. الخليفه من السودان، ايوه واحده Amazing. فيتشر، ويعني في مسلم من الاردن كمان، وفي الله. في لا يعني في مجموعه حلوه طيبه، يعني لا ان شاء الله يعني كلهم ناس صراحه مره احبهم، وعايدي لي يعني مره مره يعني احترم فنهم، فاهمني؟ فيا تعرف ايش اللي يميزك انت مؤيد؟ ما شاء الله الورد بلاي حقتك، فانا مستني بكره اسمع الاغنيه على حماس، لانه الورد بلاي كنت بقول لي ان لسنابتك. شاء الله يعني شوف هو انت بس يعني لا ترفع لي الاكسبكتيشنز كذا وطيها. لا بس يا مان انا احب، ما انت تعرفني بقاس، احنا من زمان نتكلم اصلا صح يعني، صح وانا مره احب الشعر واحب الادب اصلا، صح يعني فانا اعتبر يعني الهيب هوب والراب هي نفس الملعب، يعني صح. فاهمني؟ أمين شغلك أغنيتك مع Untitled and الشباب كانت amazing. You guys, I love you for that record صراحة. مان حبيبي الله يسعدك. مان والله we shot a video حتى عليه قبل أمس. What؟ الآن Oh أغنية my عدل. God. Yeah. أيوة والله. أيوة. هذا متى الفيديو حينزل يا الله؟ إن شاء الله قريب. ما okay, يعني okay. يعني الموضوع عند يعني النواف عند okay. Untitled. قل له بيس لأنه من صاحب إلا معدن نفيس. ست ساعات وأنا تابع الأخبار على الشاشة في العين قباشة، طفشت وقلت خليني أروح أكل شاورما عند الباشا. سؤال هنا بالنسبة للراب العربي، أنت كمؤيد فين شايفه أنت الآن؟ لأنه أنت you have a passion for it، عندك شغف لهذا الفن، وزي ما قلت للشعر جدا. أنت فين شايف الراب العربي الآن given أنه ما شاء الله في المغرب العربي أرقام خطيرة، في الشام بيسووا، في الخليج في تنوع diversity جدا خطير، في دريل ميوزك، في تراب ميوزك، في هارد كور. أنت كيف شايفه؟ يعني أنا شايفه يعني زي ما قلت أنت نفس الفكرة، يعني بس يعني أنا بحاول إن شاء الله، يعني ما أعرف، بس الواحد بيحاول يسوي شيء بس to reflect culture زي ما يقولوا، يعني صح. اللي بنعكس يعني ثقافتنا بطريقة بس شوية يعني مختلفة، يعني هي بس مبدئيا we don't wanna copycat، يعني ما نبغى نقلد باقي الارتست يعني اللي برا، لأنه إحنا عندنا جوز حقنا نقدر إحنا نسوي أشياء like مرة that. كثيرة يعني. I like that. Yeah. فيا ما أنا أصلا دائما لما أتكلم مع الرابرز وكذا ونتناقش أقول لهم اللغة الإنجليزية فيها almost 6,000 كلمة، بينما اللغة العربية فيها 12 مليون 12 مليون. يعني أنا دائما أقول يعني الراب was made للعرب، فاهمني؟
بس يعني وي هاف تو، بس يلا يعني نبدا نحترمه زي ما يقولوا. لا بس صح طبعا في لسه يعني في منطقه كذا اللي هي لا والله هذا ما هو يعني هذا ما هو شعر، ايوه هذا ما هو، هذا ما هو فن، او هذا ما هو ادب. بس طبعا لا يعني من انا يعني انا اختلف مع الناس اللي يقولوا كذا، بس مو مشكله يمكن مع الوقت. فاهم؟ امين شوف اغنيتك مع سلو وبدر المغربي يا لولا، وصراحه ضربت I don't know right now، ما شاء الله 12 مليون فيوز وما شاء الله عليه، يعني اغنيه جدا رهيبه، تحياتي حلوة لكم. يعني كانت تجربة حلوة الله اميزنج. يسلمك. ليث قال انه سنابت قال انه من الاشياء اللي ريفلكتيف واز انه انت دكتور وهو دكتور، فهل هذا كان يور مرة مرة انت ما اوكي تتخيل كيف انا هو اصلا وي كونكتد اول ما تعرفنا على اميزنج بعض على طول، اللي هو تعال اشكي لي عشان ابكي لك، فاهمني؟ Yeah. فيا مان. Yeah. Amazing. وبعدين انا حقيقي اقسم بالله يعني من غير اي نفاق، انا اشوف يعني سينابتيك از ون اوف ذا توب Oh. يعني ريكوردينج ارتست يعني في العالم العربي، فاهم؟ حقيقي حقيقي يعني مش وعشان زاويتين، مؤيد وانا اقول عشان له كذا في yeah. وجهه اصلا يعني اوريدي، فاهم؟ وعشان كده انا قلت انه هذا الشيء، انا ما كنت اعرف انه هذا اول تعاون لسينابتك لرابرز، رابر خليجي، هو يمكن تعاون يمكن مع رابرز من الخليج يعني قاعدين في يس الخليج، ولكن كخليجي ما شاء الله عليك، يس فتحياتي لك اكيد مؤيد، انا متحمس جدا. مان ان شاء الله ان شاء الله. لا لا هو هتنبسط، وسوينا انا وسنابتك يعني a lot of tracks سواء in my يعني in طيب my album اصلا معايا يعني feature كمان مع سنابتك. و اوكي I'm gonna يا put ان شاء الله put خير. you on the spot, that's my last question, you're like give me your هات مش top five you know اوبا yeah قل لي خمس اسماء انت تسمع لها، ما انا ما I don't believe in this top five thing، من الراب العربي تحب تسمع لها غير خمسة سنابتك. اسماء غير سنابتك. اوكي طبعا سنابتك، واسمع يعني اسمع لمسلم هديب، اكيد واسمع للخليفة ايوه من السودان، اسمع as promoting your album right now very smart okay بالضبط exactly. واقول لك شيء لانه حقيقي هم الناس اللي مرة اسمع لهم ومرة احبهم، yeah واسمع الليجسي يعني من من يعني من مصر مصر. yeah shout out يس to him yeah يعني والله صراحة اسمع الناس كثيرة يعني. وطبعا في يعني ايمن مو مره احب اسمع له، wow yeah yeah ودافنشي of course يعني بودا، كل Buddha الشله yeah هذه yeah يعني حقت اندابا يعني حبيبي man مره والله احب اسمعهم. يا أنا just wanna بس shout يعني you out بصفه عامه يعني اسمع يعني يعني صراحه اسمع كثير يعني انت فاهمني، انت فاهمك عارف يا لا لا of انا هيب course هوب هيد اصلا يعني. yeah that's ايوه what I said you are definitely a hip hop head مؤيد يعطيك ألف عافية، بس اسمع your involvement في الراب العربي جدا مهم I want to tell you that second of all أغنيتك مع سينابتك هذه جدا I think ضرورية regardless whether it's حب it's breakup whatever it is ال يا wordplay وطريقة أنت كلامك حيخلي الناس اللي يحبوا سينابتك وبلاد الشام عامة يلقوا ضوء على رابرز الخليج عامة you know so this is بالضبط. really مو اصلا هذه important اللي كنا لما اتكلم انا مع الارتست زي كذا من هناك، احنا يعني كذا مفكر اصلا انه يعني طب تعالوا يلا خلينا نجمع جمهورنا مع جمهوركم، لانه في النهايه احنا نفس الشيء يعني facts. وي توك ذا سيم يعني لانجوج، هي نفس زي ما قلت لك اول يعني لغه الضاد حقتنا واحده. صح ما يمنع انه واحد من موريتانيا يسمع لواحد من مصر، لانه صح خلاص احنا بنتكلم نفس الكلام يعني في النهايه. فيا والله much love to you حبيبي مؤيد thank you so much for your time وagain تحية أكيد to the guys حبيب قلبي بطول مان بيج هاوس. انت happy new حبيبي brother الله يسعدك على all the work all the حبيبي يعني all the energy اللي بتحطها والله في الهوب يعني في الهيب هوب سين مان. الله يسعدك يعني خدامي لك انت احنا مان كمل بس listen let's talk soon بس thank you so much for your time مؤيد and على we طول can't wait مان. to hear the record ان شاء الله ومتحمسين جدا ان شاء الله للبوك يعجبك I'm ان sure شاء الله I'm sure يعجبك. it انت will اعطيني فيدباك بعدين بس يعني في حاطيك البرايفت. حاطيك فيدباك حاطيك فيدباك حقيقي thank you مؤيد النفاعي اغنيتك هي حبيبي مان سبيلك مع سنابتك حتنزل بكره thank you so much for coming through ان man شاء يعطيك الله العافيه حبيبي حبيبي يلا حبيبي يلا السلام عليكم وعلى اي احد يسمعنا يلا peace.